في مؤشر إيجابي في تونس، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى البلاد في الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 73%. هذه الأرقام التي أعلنتها الهيئة الوطنية المختصة في الاستثمار الخارجي في تونس تعكس أجواء تفاؤلية وسط استمرار الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، كما تشكل استحقاقا أمام الحكومة لتأمين الظروف الملائمة لهذه الاستثمارات والمحافظة عليها. فماذا تعني هذه الزيادة في الاستثمارات الأجنبية في تونس، وهل هي دليل على ثقة بالإجراءات المتخذة في البلاد؟ مؤشر إيجابي يظهر في عالم الاقتصاد والمال في تونس، يتمثل في بلوغ حجم الاستثمارات الخارجية 200 مليون دولار خلال الثلث الأول من هذا العام، بزيادة قدرت ب 73% بحسب وكالة النهوض بالاستثمار. رقم لئن بدا إيجابيا من نواحي عديدة، إلا أنه يزيد من مسؤولية الحكومة للحفاظ عليه وتطويره وسط أزمة اقتصادية ومالية صعبة تمر بها تونس منذ أكثر من عقد من الزمن. هذو مؤشرات طيبة، تونس مناخها الاستثماري ومناخها الاقتصادي إيجابي جدا، خاصة اليوم فما حرب في أوكرانيا وفما شركات كبيرة في أوكرانيا وفما مستثمرين اليوم قاعدين يخرجوا من غادي ويشوفوا في وجهة جديدة. ما نظنش أنه فما خير من تونس، لكن احنا نستنيو في استقرار سياسي، إن شاء الله يتم هذا الاستقرار. وتواجه حكومة نجلاء بودن تحديات عدة للحفاظ على المستوى الإيجابي لتدفق الاستثمارات الخارجية على تونس وتوفير مناخ مناسب لها، ولعل الاستقرار السياسي يعد أحد أهم تلك التحديات. الاستقرار السياسي هو شرط أساسي لإعادة الثقة للمستثمر الأجنبي، على الأقل في وجود تشريعات مستقرة، على الأقل في وجود التزامات ناجزة من طرف الدولة. وتعمل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي على إعادة إحياء منتدى تونس للاستثمار، والذي توقف منذ سنتين بسبب تفشي فيروس كورونا، في محاولة لاستعادة حركية استثمارية يحتاجها الاقتصاد التونسي. الزيادة في نسبة الاستثمارات الخارجية خلال الربع الأول من هذا العام تتزامن مع اقتراب استحقاقات سياسية يفترض أن تتحقق بحلول نهاية السنة الحالية، مما يكشف بحسب مراقبين أهمية الاستقرار السياسي في أي انتعاشة اقتصادية تنشدها تونس. سيف الدين العامري، سكاي نيوز عربية، تونس. ومعنا من تونس الصحفية الاقتصادية جنات بن عبد الله. سيدة جنات، مرحبا بك معنا. إذن ما الذي تعنيه هذه الزيادة وهذه الأرقام المعلن عنها، وهل هي تعكس بالضرورة نجاعة في الخطط والإجراءات الحكومية المعلنة؟ بكل أسف أنا تابعت التقرير، وهذه يعني التحليل المتفائل والوردي، ونتمنى أن تنجح تونس في إعادة استقطاب يعني الاستثمارات الأجنبية، ولكن بكل أسف كل المؤشرات تدل أن يعني هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة تبقى ضعيفة وضعيفة جدا، ولكن نسبة 73% كنسبة تطور مقارنة بالسنة الماضية والسنة ما قبلها. نعلم أن هذه الاستثمارات الأجنبية تعطلت خلال السنتين الماضيتين، واليوم هذه العودة 73% يعني هو رقم مهم، ولكن إذا قارناه بحجم الاستثمارات 600 مليون، قرابة 600 مليون دينار، أي ما يعادل 200 مليون دولار أو 200 مليون يعني أورو، فهي تبقى ضعيفة. وحسب يعني آخر الإحصائيات أن هذه الاستثمارات بالتأكيد ضعيفة، ولكن هل تعني نوع من النمو أو الاتجاه الصحيح؟ لأنه حتى في التقرير نحن نرتكز على وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والأرقام التي قدمتها مقارنة بالسنوات المقبلة، والتحليل معك سيدة جنت، هل يمكن البناء عليها كنوع من الصحوة أو استعادة الثقة في هذه الإجراءات من أجل النمو أو الأرقام المستهدفة؟ بكل أسف لا يمكن البناء عليها، باعتبار أن هيكلتها هي متجهة أساسا نحو قطاع الخدمات، ونعلم أن قطاع الخدمات ليس من القطاعات المشغلة، ونحن نعول على قطاع الصناعات المعملية وقطاع الفلاحي، في حين أن الأرقام تفيد أن
يعني هذه الاستثمارات في هذين القطاعين ان يعني ارتفعت بالنسبه للصناعه المعمليه ب 14%، وبالنسبه لي يعني الفلاحه بقيت يعني ضعيفه. ونعود الى يعني مناخ الثقه ومناخ الاعمال والاستقرار السياسي، كل المؤشرات تدل ان تونس لا زالت غارقه في هذه الضبابية وفي هذا يعني وفي المجهول. واليوم طالما وأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تتوصل إلى أي اتفاق، وطالما أن برنامج الإصلاحات الهيكلية لحكومة بودن لم يتم التشاور فيها ولم يعني تحصل على التوافق من المنظمات يعني النقابية والمهنية، وأيضا طالما أن حالة الضبابية لا زالت يعني متواصلة فضلا عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وفضلا أيضا عن تداعيات جائحة كورونا، فإن الوضع في تونس لا يزال يعني صعب وصعب جدا. ويكفي أن نشير إلى عديد المؤشرات، منها ارتفاع نسبة التضخم، منها انهيار قيمة الدينار، منها يعني تدهور أو يعني انهيار كل القطاعات المنتجة، وآخر هذه القطاعات هو القطاع الفلاحي. بالنسبة للصناعات المعملية نعلم أن الاستثمار الأجنبي المباشر التي تعول عليه تونس وعولت عليه تونس يعني في الماضي يعني اليوم لا زال يعني هذا القطاع يعاني، واليوم تونس تعول على إعادة عودة يعني الاستثمارات الأوروبية من الصين ومن آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط. نعم. وفي حملاتها يعني الترويجية تعول على استقطاب يعني هذه الاستثمارات، وخاصة في مجال قطاع الصناعات الصيدلية والأدوية. شكرا جزيلا لك من تونس، الصحفية الاقتصادية جنات بن عبد الله.